حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة ورمضان كريم يا رب. وخلاص رمضان اوشك على الانتهاء، يا رب ان شاء الله يكون ربنا غفر لنا ورحمنا واعتق رقابنا من النار وتقبل صالح اعمالنا يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، بمناسبة العيد ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب. في موضوع كده استفزني قوي على اليوتيوب، قنوات كتيرة دلوقتي ستات بتعملها وبتكتب روتين اليومي في البيت، روتينها بقى وهي بتنظف، روتينها وهي بتغسل السجاد، الروتين بتاعها وهي بترتب المطبخ. المهم ان هما في الفيديوهات دي لابسين لبس اساسا لبس بيت، يعني هو انا لو جاي لي حد سوبر ماركت مثلا هيطلع لي حاجة، انا ما ينفعش قبله باللبس اللي هما طالعين بيه على السوشيال ميديا للعالم كله. انا بجد مش فاهمة دماغ الستات دي ايه، يعني انا البس قميص نوم او جلابيه بيت ومجسمة على جسمي او بيجامة محزقة ومبينة جسمي ولابسة الحجاب بتاعي وطالعة بغسل سجادة موطية، فانا مصدرة ظهري للكاميرا، تمام؟ منظر طبعا ما ينفعش خالص. يعني انا امبارح بصراحة انا الحاجات دي بقالها فترة بتمر عليا، بس ما كنتش مركزة معها قوي، بس اليومين اللي فاتوا بجد المنظر بقى مستفز جدا. الستات بجد والله انا مش فاهمة فين جوازهم، فين انت كراجل ان انت تقبل ان مراتك تطلع باللبس ده الدنيا كلها تشوفها، فين انت رجولتك ان مراتك حاطه الكاميرا وبتصور وظهرها، يعني هي مصدره سوري يا جماعه بس هي مصدره المؤخره بتاعتها للناس. يعني انا مش فاهمه انهي عقل وانهي منطق ان انتوا بتصوروا فيديوهات بالمنظر ده. هو انا كمشاهده انا مستنيه حضرتك تقدمي لي الروتين اليومي ليه؟ ما هو انا لو انا حضرتك هستنى ان اتعلم منك ازاي انضف يبقى انا اصلا معفنه، يبقى ما استحقش افتح بيت، تمام؟ مفيش حد بيعلم حد النظافه ولا حد بيعلم حد ازاي يعمل يرتب، ولا دي طبيعه في البني ادم، اللي عايز يعمل هيعمل. فالناس اللي طالعه الفتره دي عماله روتين اليومي في غسيل السجاد وعماله ماسكه سجاده وفرشاها، وتخيلوا بقى الميه مع الهدوم والميه لازقه على ملزقه الهدوم على الجسم، ومنظر ايه ده؟ انتوا فين رجالتكم؟ فين ناس كنتوا اللي مسؤولين عنكم؟ فين انت كست انت طالعه بحجابك المفروض ان انت محجبه المفروض وطالعه بالمنظر ده؟ واحده تانية واقفه وهي بتطبخ، يعني حاطه الكاميرا ولابسه برضو حاجه بتاعه البيت، فبالتالي مجسمه على جسمها، هي مبينه الكاميرا مبينه بطنها بالجزء اللي قدام ده كده يعني، ولابسه بقى حاجه لازقه على جسمها جدا. انا هستفاد ايه حضرتك من روتينك؟ بتعلميني ان انا انشر، بتعلميني اغسل سجاد، بتعلميني انضف، هستفاد ايه بروتينك؟ يعني الستات دي تتقي ربنا، والمصيبه ان عندهم يعني كم مشاهدات. هو دماغ الناس بقت تافهه للدرجه دي؟ هو الناس ما بتعملش يعني ما بتجريش ورا الحاجه المفيده؟ الستات دي لازم تخاف على نفسهم، عشان اللي انتوا بتعملوه ده حرام، مفاتن جسمكم اللي باينه عشان بتنضفوا لبس البيت ده. في واحده طالعه بتعمل بترص حاجه في المطبخ، بتوري ازاي يرصه. فالمهم وهي طالعه على الكرسي بنطلون البيجامه يعني لزق، فبتعدله وهي كده دي ظهرها للكاميرا، يعني كانها قاعده في بيتها، مش مثلا مش هي مش على ال مش على على الهوا والناس شايفاها. بجد واحده تانية بتسوي السرير لابسه بيجامه بنطلون ستريتش، يعني ما ينفعش اساسا يا جماعه ان انا اقابل بيه حد، ان انا بستقبل بيه سوبر ماركت حتى. انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا واعيين؟ هو للدرجه دي ان انتوا عايزين تجمعوا فلوس؟ وصلتوا للمرحله السودة دي؟ ده في واحده جوزها طالع زعلان ان الناس شتمتها في الكومنتات على اللي هي بتعمله، طالع الراجل زعلان. يعني ازاي يعني تشتموها؟ يعني انت عاجبك اللي هي بتعمله؟ يعني انت موافق ان مراتك تطلع بالمنظر ده؟ هي ايه النخوه وايه الرجوله اللي الناس بقت فيها دي؟ ده لا في نخوه ولا في رجوله، ولا الستات عندها حياء.
مش ممكن الفلوس للدرجة دي تلت دماغكم، وهي تتلموا وتقدموا محتوى عادل، يا تتلموا وتقعدوا في بيوتكم. هي مش ناقصة قرف، مش كفاية بقى البلاوي السوداء التانية اللي الواحد بيشوفها، لا كمان يطلعوا ستات البيوت بالمناظر دي، يعني اتقوا الله في نفسكم شوية، حرام بجد والله. الواحد تعب وقرف من كتر القرف اللي بيشوفه. هدوم ما تتلبس اساسا، يعني هدومكم ما تتلبس يا جماعة، ما ينفعش تتلبس تقابلوا بيها حد جاي لكم البيت، ما ينفعش تتلبس وانتوا واقفين تصلوا، بالتالي ما ينفعش تلبسوها قدام الناس والقرف اللي انتوا عاملينه ده. طبعا انا كنت فكرت ان انا انزل بعض اللقطات من القنوات دي، فلقيت ان انا حرام كده، يعني انا هشيل ذنب ان انا اطلع الناس دي. يعني انا اتكلمت من غير ما شهر بحد ولا اطلع حد، بس فعلا المحتويات دي محتويات اي كلام، محتويات بتسيء للي بيقدمها، فحرام بتجيبوا لنفسكم الشتيمه وبتجيبوا لجوازكم الشتيمه، مع ان للاسف يعني اكيد واحده مش هتطلع من، يعني معظمكم مش هيطلع من ورا جوازهم. فنتمنى ان شاء الله ان الدنيا بقت تبقى احسن من كده يا رب، وافضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.